And the winner is International School. الرحيم، معكم الأستاذة نورة حنيف المتوجة بالجائزة الأولى عالميا المتعلقة بجائزة الشيخ زايد للتنمية المستدامة، بعد اقتراح مشروع يتعلق بإعادة تقييم طحالب البنية سرقة سوميتيكوم في المغرب. إذن أحيطكم علما أني كنت قد بدأت في إنجاز مختلف مراحل هذا المشروع سابقا خلال دراساتي للدكتوراه، وتمكنت بفضل الله من المشاركة لمرتين في جائزة للا حسنة للتنمية المستدامة، ففزت بالجائزتين، الأولى خلال سنة 2019 والثانية خلال سنة 2023. خلال السنوات الماضية كنت أشارك بنفسي، يعني أشارك باسمي وأفوز يعني لنفسي. هذه السنة اخترت أن أقوم بإدماج المتعلمين من أجل تمكينهم من تطوير مهاراتهم في البحث العلمي وكيفية اتباع المنهج العلمي من أجل التعرف على مختلف المراحل التي يمر عبرها مشروع معين. يتعلق الأمر عامة بإتمام جزء من أجزاء الدكتوراه التي كنت قد قمت بها سابقا وقد نلتها في سنة 2020، والأمر يتعلق بدراسة الطحالب البحرية. كنت قد درست سابقا مختلف أنواع الطحالب البحرية في الدكتوراه، وأثار انتباهي نوع واحد من هذه الطحالب، هو الطحالب البنية اسمها العلمي سارغاسوم ميتيكوم. هذا النوع أصله ياباني، يأتي مع يعني ما يتم تطويره من المحار على مستوى الوليدية، فتنقل عبره الآثار لهذا الطحلب من اليابان إلى المحيط الأطلنطي بالجديدة، ويخول ذلك نمو هذه النبتة كصنف جديد ويسمى بالاسم العلمي كما قلت سارغاسوميتيكوم. قمت بعد يعني ما بعدما تعرفت على انه هناك مسابقه لزيت سستينابيليتي برايز، تطلعت على مختلف المحاور المطلوبه يعني بشكل شخصي دون دعم من اي جهه، ثم قمت باقتراح مختلف الفقرات المناسبه، فقمنا بملء. بعد ذلك قمت بملء استماره يطلبون فيها على مستوى النت مختلف يعني الأهداف، العنوان ديال المشروع والأهداف التي نرجو يعني البلوغ إليها، سبب اختيار هذا الموضوع، سبب يعني المشاركة في هذه المسابقة. هناك عدة أسئلة، يعني لامباكت ديال المشروع، يعني التأثير السلبي ديالو والتأثير الإيجابي ديالو، في حالة الحصول أو الربح المالي شنو، ماذا ستستفيد المؤسسة، من ماذا ستستفيد المؤسسة، من ماذا سيستفيد التلاميذ، بالنسبة للتنظيم ولا تحضيرات يعني وسائل نقل من المغرب إلى الطائرة إلى دبي، كلها ممتازة جدا، لا ننتظر ولو دقيقة واحدة، كلما نصل نجد جميع المستلزمات متوفرة. مستوى التعامل راقي جدا بالنسبة للجنة المنظمة بدبي، والتفسير يعني دائما عندهم نظام أيضا في تحضير البرامج بشكل قبلي ودقيق جدا، يعتمدون التكنولوجيا بشكل كبير جدا مما يسهل التواصل على مختلف المشاركين. الإحساس ديالنا كان ممتاز جدا. أولا بالنسبة لي أنا حينما أدخل يعني مباراة من النوع الوطني أو النوع الدولي لا أخرج خاسرة ولا خالية الوفاض، هذا كان عندي نعم إنفيغتي، حسيت بواحد لافيغتي أنني استطعت نربح. كنت كنربح على الصعيد الوطني، الآن الحمد لله ربحت على الصعيد الدولي. والإحساس الثاني أن كما كنقولوا الراية العلمية، الراية المغربية رفعت من بين الرايات ديال العالم، من بين الدول الجد متقدمة في البحث العلمي وفي التكنولوجيا، ولكن المشروع الذي قمت باقتراحه أبان عن جدارة واستحقاق أنه الأفضل. تويج أولا كنهديه للوالدين ديالي صراحة، يعني في جميع المراحل ديال التطبيق ديال المشروع الشق اللي مثلناه عندهم كيستجبوا بشكل يعني سريع جدا،
وكيساعدوا بشكل سريع جدا الوليدات. مع عمر ما رفضوا لي شي طلب بالنسبه للتطبيقات ديال البحث، سواء على المستوى الميداني ولا في المختبر ولا حينما تنقلنا لافاك من هذا المنبر. يعني كنشكر السيد عزيز مولدي على المسانده ديالو، على يعني الدعم ديالو بتفاني من اجل مساعده الوليدات انهم يوصلوا لمراتب عليا في يعني في البحث العلمي الى اخره. وكنهديها ايضا للشعب المغربي عامه، وكنهديها لجلاله الملك نصره الله، لان احنا ابناء المدرسه العموميه وابناء الجامعه العموميه، بمعنى ان الشخص من المدرسه العموميه من الجامعه العموميه يمكن ان يبدع، يمكن ان يبتكر على الصعيد العالمي، فقط يلزم الثقه ويلزم توفير المستلزمات الاساسيه لكل فرد. في المطار في الدار البيضاء كان استقبال ديال العائله ديالي فقط. الكلمه اللي كنوجهها ككلمه اخيره هو جو في لادغيسي يعني الناس المؤطرين، اساتذه، مدراء، الناس اللي بيدهم يعني بيدهم انهم يعاونوا، ويعاونوا شكون؟ يعاونوا التلاميذ بشكل خاص. كنطلب منهم يعطيوا الثقه بشكل خاص للوليدات ويشاركوهم في هذه الانواع ديال المشاريع، لان خير العلم نقله للاخرين، وان هاد الوليدات هما اللي غيشدوا المعصم من بعد، وغاديين هما خاصهم يتعلموا. الا ما علمناش حنا هاد العلم من بعد ما غيعرفوش كيفاش يسيروا المحتويات ديال المجتمع ديالهم، كيفاش يصلحوا الاقتصاد ديال البلاد الى اخره. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.